الى كوليبالي الى سوريا، راجع لورا سوريا، كرات الثابته دايما بيرجع ورا، ترقيصه حلوه قوي من دانيال جومو يا ولد لعيب، اشتغل بالعرض الى تباتا، اماميه على طول الى فابيو سيزر، يغير اتجاه اللعب، طلع عبد الرحمن، عبد الرحمن مصبح والعرضيه، ولكن على طول انقاذ الى عبد الله عفيفه، هوب ضربه مرمى، حلوه يا ولد، حلوه يا ولد، حلوه يا ولد. حامد اسماعيل هاجم في اليمين، دلوقتي عبد الرحمن مصبح هاجم في الشمال، وعبد الله طالب عفيفه من العمق تصويبه خارج القائم الايسر بيرضتين اتنين. اجمل ما في لعبه عبد الله ان هو الاول واقف صح، هو واقف صح، ومجرد البوزيشن الصح يحل مشاكل كتير. رايح يعمل بريسنج، عامل ماتش كويس من ناحيه التنظيم، على طول محمد موسى، الكره العاليه فوق عند